لما دخلت مجال صناعة الأفلام اكتشفت العديد من الأمور وتعلمت الكثير من الدروس The Hard Way، يعني بعد اختبارات صعبة، ولذلك لخصت لكم بعض النقاط اللي تمنيت لو عرفت عن مجال صناعة الأفلام قبل امتهان هذا الفن. إنك تكون مخرج يعني بمرحلة ما بدك تغرق بالوراق، فكرة إنك تكون بموقع التصوير وبس تطبق رؤيتك بصرياً ومدير التصوير بيسمع لك وتوزيع الإضاءة تماماً مثل ما بدك ما بتحصل إلا بتحضير صحيح. عندك تحضير سابق ونقاشات واجتماعات بيتم تثبيتها وتسجيلها على ورق لحتى بيوم التصوير تكون الحركة سلسة وسريعة. فترة التحضير للفيلم pre-production phase هي غالباً الفترة الأطول واللي بتحتاج جهد مكثف، وفترة التصوير في الغالب هي الأقصر. لما تخطط لمشروع اسأل خبراء، فمثلاً عندك فكرة برنامج اسأل مخرج أو منتج أو معد حضر سابقاً لبرنامج أو مسلسل أو فيلم قصير أو طويل. النصائح اللي حتسمعها بتوفر عليك نصف الجهد، أما النصف الآخر فمن خلاله حتبني خبرتك المتراكمة. الشغف وحب صناعة الأفلام أبداً أمور غير كافية، هذا المجال بيحتاج قراءة متواصلة وثقافة فنية عميقة، وبيحتاج تحضير دقيق للمحتوى اللي بدك تصوره ودراسة كيف أصلاً بدك يظهر على الشاشة. مشاعر الحماس وحبك للمجال بدون تطبيق ولا جهد مش حتوصلك لولا مكان.